تس 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 اي اي باشمهندس والنبي زود لي بقى الافكت بقى عيب يعني ده انا حبيبه ايوه تيست ايوه الله ايوه تمام تمام عمنا عمنا باشا انت مصور مصور كوكو مصور حضرتك ما توقفليش هلا بقى توقفلي عند الباب بقى تصور الناس وهي داخله ماشي فين اللي معاه كاميرا الفيديو اه عمي معاك تقعد لي هنا تخرج وتدخل والكلام الحلو ده ماشي والقلوب والحاجات اللي انا قلت لك عليها حبيبه يا كاريكا مفارش قهوه فيصل دي بقى تشيلها لي وتحط لي بقى المفارش المورد ممكن مش ده اتفقنا يلا يابا يلا الله يكرمك الشيشه تمام والولعه تمام ولا ايه يلا العروسه وكتاب الله لو جت ما لقيتش كل حاجه جاهزه هتسمعها الفاظ ما سمعتهاش في حياتك مش مصدقه نفسي يا سو such a nightmare بقى ده فرح بزنس مان كبير لو حد عدى من بره هيفتكر مولد على فكره انا بجد اللي مش مصدقاكي انت كل اللي فارق معاكي الفرح and how it looks in front of people مش فارق معاكي خالص ان باباكي متجوز البيئه اللي اسمها صباح دي ازاي يعني مش فارق معايا اذا كنت انا من ساعه ما عرفت انه هيتجوزها برجع كل يوم خلاص ليه ما بوصيش الجوازه يا نالي سو بابي قليل الادب وبتاع ستات وبتاع ستات بلدي كمان اللي هما بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي فكده ولا كده كان هيتجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو اللالي whatever انا قلت سيبه يومين ثلاثه يتجوزها وبعدين اشوف طريقه اخليه يطلقها ايوه بس هتخلي ست البيئه دي هي وشريهان يقعدوا معاكي في الفيلا هنا امال اخليه يجيب لها بيت ويكتبه باسمها ولما يطلقها تاخد البيت لا طبعا دي لازم تفضل تحت عينيا اسيبها يعني تاكل بعقله كنافه حلاوه يا نالي حلاوه تس 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 تشيك تشيك مايك تشيك مايك ايوه الله 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 اهلا وسهلا اهلا وسهلا ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده مساء الفل يا فندم محسوبك هاني مبروك للحاج انت مين يا حيوان انت انا ليه يعني الغلط ده حضرتك يعني انا هاني هاني الدبدوب دبدوب يعني حيوان اهو عسل عسل والله يا فندم انت بتعمل ايه هنا انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح يعني تقدري تقولي عليا كده انا الويدنج بلينرز سمعت قالي بلينرز اه لا مؤاخذه احنا اسفين لو كنا ازعجناكم بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجه جاهزه ليه بتحطوا اسف في كل حاجه بلينرز وشيكس ليه هو انت كتير مش انت واحد لا انت فهمتي غلط يا ابله الاس دي مش بتاعه البلور لا دي اس بتاعه الابوستروف اس يعني الاس عايدة على الذكر اللي هو انا انت مش ذكر انت حيوان وانت عسلز عسلز ممكن اجرب اه طبعا اتفضلي اعملي ما عايز اجرب شيكس اقولي شيكس 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 في 60,000 داهية والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير يلا طلبوها ونالوها خلاص يا خالتي سيبك منهم بس يا بيت بتكسروا ورانا قلل يا حرام عفنا يا ولاد بس يا خالتي دليلة فرحك فرحي لا ده انا اقلع لكم الابيض والبس عليكم الاسود يا ولاد اتفو خلاص بقى يا خالتي خلاص ما تسمعونا زخروطة يا ولاد على عينك يا أهرانا على عينك يا أهرانا حبات الليلة يا عيانا على عينك يا أهرانا على عينك يا درتي على عينك يا درتي الأبيض والأحمر فضلتي على عينك يا درتي يلا ارفع ايدك فوق hey. لو متضايق هتروح hey. الكبه جت هتزيح hey. وعارف في العكس تسوق ارفع ايدك فوق لو متضايق هتروح hey. الكبه جت هتزيح hey. وعارف في العكس تسوق
كفرتك عطب لو عسلتك فرتك كفرتك ضغطت ومحكتك فرتك كفرتك رجعني على الجربك رجعني على الجربك غرقان بشبر المية صحني بتحلى عليا هبتك هبتك وتاري وارجع طرق وانت شوية. مساء الخير يا جماعة. مستر سليم. هاي هاي انكل سليم. يا ليل يا بنتي مبروك. مبروك على ايه؟ مبروك على المصيبة اللي احنا فيها. خير في ايه؟ في ايه يا انكل؟ حضرتك مش شايف الديكوريشن؟ مش شايف بهدله الجنينة ازاي؟ بص البالونة اللي هناك، بص حضرتك الناس اللي وراك بترقص ازاي؟ كارثة. لا الاطفال اللي معاهم، والله العظيم يا انكل دول مش اطفال، استحالة يكونوا دول اطفال بريئين. من شوية واحد صغير كده جه يقول لي ايه؟ بص لي كده كأنه بصت راجل كبير، كأنه راجل مضغوط، قال لي يا أنسة يا كويسة تتاكلي حتى 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 لو محلوس. يعني ايه؟ يعني ايه يقول لي انا كده؟ هو ده اللي قال لي كده يا عمك. يعني اللي ده قصده ملحوسة. whatever. ما شفتش بقى حضرتك the new Mrs. عبدالله مكياوي؟ كارثة كارثة. عملها بلدي جدا، بلدي، دول اهلها، دول قريبها. يعني اللي يعني تقصد الجلاليب والعبايات والحاجات دي حاجه بالظبط. ممكن لو سمحت من فضلك، لو حضرتك بتحبني ولو بتحب بابي، من فضلك تعال نلحقه في الساعه اللي فاضله له من حياته. بليز بليز يلا ننقذه. حضرتك اقنعه لانه مش مقتنع بكلامي. يعني اللي ده انا نفسي وهموت ان انا اعمل زيه. يلا حضرتك بتتكلم بجد؟ لا طبعا. واضح بقى ان انتوا في السن ده بتلسعوا او حاجه. طب بتفضل حضرتك اقعد وانا اخلي الناس الجميله دي تجيب لك بقى حلبسه وبلارسه والحاجات بتاعتهم. اتفضل اتفضل. خلي بالك على ابوكي بيضربوا واحد ورا التاني. حاسب وسع وسع وسع. تعلن شركه مصر للطيران عن وصول رحله البحرين اللي عليها احلى عروسين. وسع 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 وسع. اللي قاعد يقف الوقفي وسع وسع وسع. يا عمنا العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكه حديد مصريه عرسنا مية مية. سكه حديد مصريه عرسنا مية مية. يا عم قول وانا اقول. يا عم رش الطور. يا عم قول وانا اقول. يا عم رش الطور. احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير. احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير. احنا فريق الفتواوة. فتواوة. احنا فريق الفتواوة. من اللي حبيبتي معقولة جاية تسميني؟ بليز ابعد عني. انا مش مصدقة. انت ازاي مش مستخبي؟ ازاي مش مكسوف؟ انت عازم قرايبنا؟ عازم ناس معاك في الشغل؟ من اللي فيه ايه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقة وبعدين أنا شايف إن ده حقها. كسر حقها. كسر حقها. هو إيه حقها ده أصلاً؟ حقها ده حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير. يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص. حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك حقها. تؤذى فيها، تؤذى فيها دلوقتي. يخرب بيتها هي وحقها وأهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي، أنا أول مرة في حياتي أترجى حد. I'm begging you. لو أنت مش خايف على مستقبلك، خايف على مستقبلي أنا، خايف عليا، من فضلك وقف القرف اللي إحنا فيه ده. حاضر يا حبيبتي. حاضر، بس أنتِ أوفر أوي. الموضوع أبسط من كده كتير. دي لو هتعدي. أسا! وسع وسع وسع. القاعد يقف والواقف وسع. وصلت عروستنا الاموره اللي عايزه لها مليون صوره. يلا نعمل لها احلى شبوره واديني يا ابني الزن والسلامه. اهي جت العروسه. العروسة جت العروسة جت العروسة جت العروسة جت.
بالهنا والشيف، انا عايزاك تخلص العكاوي دي كلها عشان اقرا لك الطاجن. ايه ده؟ انت بتعرفي تقري طاجن العكاوي؟ طب ده انا بعرف اقرا طاجن العكاوي بالبصل وطاجن الباميه بالدان. طيب يا ستي الطاجن قدامك اهو. المستقبل قدام. ملحوظ؟ لا ده ملعلك كده. هتقابل واحدة ست هتغير حياتك. دي بصل. ايوه اصلها ست بنت بلد على ابوك. طيب بص يا ستي انا راجل عادل عاوز اجي معاكي سكة. وانا بموت في الراجل العادل. حلو ده. بص يا ستي. لا اتعادل وقول عايز ايه وخلصني. انا قصدي يعني ها يعني عمو عبد الله في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ما تعملش حاجه. ايه يا بنت في ايه؟ قاعده برغنه وسعب فيها حاجه دي؟ انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ المركب اللي جايه من ايطاليا عليها الاستاذ منير. نعم الاستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي في ايه. اتفضلي. ماشي سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبدو. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا. انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلامه على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلت. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي. يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال، ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. ما عطلكش. لا استني بس، رايحه فين وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنه الله ورسول، وما تطبقش في الوجه كتير، مش كويسه على الكولون. خدتك بعافيه يا سي عبدو. انا ما كانش ليا توميه ابدا النهارده مع الكرومب. مستنيه في حاجه مهمه جدا عايزه اقولها لحضرتك. الريحه دي ايه يا انسة؟ ايه مش في باب بتخبطي عليه؟ معلش حضرتك اصل الموضوع خطير بس الريحه اخطر. ايه ده؟ وبعدين وش حضرتك احمر كده ليه؟ مضغوط يا انسة مضغوط، ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار. كان الله في العون يا فندم. خير؟ ايه الموضوع الخطير؟ اصل حضرتك وانا بحضر الملف اللي حضرتك طلبته مني لاحظت ان وزن الحموله اللي هننقلها على المركب اللي جايه من ايطاليا اكبر من طاقه المركب نفسها. ده غير بقى ان الارصاد محذره ان الجو منقلب في المايه، يعني لا قدر الله ممكن المركب تغرق بالبضاعه اللي فيها. لاحظتي؟ انت هنا ما تلاحظيش يا نسا، انت هنا تعملي اللي اقول لك عليه وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي على مكتبك جهزي الفايل اللي قلت لك عليه بسرعه، الناس جايه كمان نص ساعه. طيب حاضر. ارجوكي أرجوكي. مستر منير مستر منير. ايه انت حاجه مهمه ابوك حالك بس تكلم الناس بتوع الصيانه عشان التكييف عندي بينقط ميه، وبعدين واضح ان المجاري ضربت هنا عند حضرتك في المكتب، ده ريحه طالعه لغايه بره. لا ايه ده؟ ايه دي بتزيد بتزيد يا ساتر يا رب. طب ركب شفاط يشفط. هركب هركب يا عيني. ارجوكي اتفضلي ارجوكي. ايه ده؟ واحد ما يعرفش يفرفش في مكتبه ابدا. استاذ منير بقول لحضرتك العملاء وصل وعايز الملف ضروري. حاضر حاضر قول له حاضر قول له حاضر. يا رب انا مش عارف اشتغل، انا مش عارف اشتغل من البتاع ده، انا زهقت خلاص مش عارف اشتغل. يا رب اعمل ايه؟
ماشي. وحياة أمي أجيب أخك. Welcome to Egypt. We will start 5 minutes only. You have coffee? Coffee, huh? Yes. Okay. مستر عبد الله. نعم. كويس إن هم قاموا. عايز أقول لسيادتك على حاجة قبل ما نبدأ. دلوقتي الحمولة مالها؟ وزنها أكبر من طاقة استيعاب الباخرة، ودلوقتي الجو كمان مش مضمون، يعني لو حصل أي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخرة مالها تغرق. اسمع منير. أيوه. إحنا مالنا؟ مش أول مرة تعمل الشغلانة ديت، وبعدين يا أخي فرق الوزن ماله؟ مش كبير قوي للدرجة دي. ثم ما تنساش إن العملاء بتوعنا مالهم؟ متعودين على إن مواعيدنا مظبوطة، مش عاوزين نخسر الميزة دي. ها؟ تمام. بلاش تتكلم عربي كتير لأنه شكلهم ولاد قرود بيفهموا عربي كويس، أوكي؟ شوفي بس موضوع الملف، اخلص. حالا. أيوه. بلاش أيوه، بقول لك بيفهموا عربي. طبعا، ويلكم. شوفوا لي شريهان فين؟ إيه ده؟ إيه ده؟ مين دول؟ ده الولا أشرف والبنت نهى بيعملوا إيه يخرب بيوتهم؟ ولا! شيل إيدك يلا! الشركة دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. ايجيب كوفي في غامق فاتح. ما تشوف لنا يا ابني الملف، انا عرضت خلص الانجليزي اللي اتعلمته كله. بص انت دوقته خلتي. ايوه يا خالتي. عايزه ايه خالتي دلوقتي؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه كده حصلت بيني وبين سعد دلال. خير يا خالتي؟ خير خير، زي ما تقولي كده في بيني وبين سعد دلال، وان شاء الله عن قريب هتسمعي اخبار حلوه قوي. انا قلت يا خالتي دخلتك على الراجل بالطواجن دي فيها ان عشان عمرنا ما شفنا منك طواجن ولا شمنا حتى ريحتها، صح؟ ايه يا بنت، ايه المشكله يعني حتى لو اتجوزت؟ لا لا يا خالتي مشكله طبعا، الناس دول هيفتكروا ان احنا داخلين على طمع. انا مش قلقانه من الراجل الطيب، انا قلقانه من بيته السماويه اللي عامله لنا فيها كل سابه دي هتقرفنا. انا ما لقحتش جدتي على حد، هو اللي عايز وهو اللي شال. ايوه ايوه ايوه، تفضلي تقولي لي بصي بقى وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف ايه. لا يا خالتي الموضوع ده مش هينفع، لازم لما اجيلك نقعد قعده ونعرف هنعمل ايه. فاكره عم محمد اللبان قعدتي تقولي لي بصي بقى وبيموت فيا ومش عارفه ايه، وكان عنده بنت سماويه وكانت مقرفه وهي اللي شلوحتني في الاخر. مساء الخير يا عمو. مساء الخير يا حبيبي. شريهان ثواني، والملف يكون جاهز عند حضرتك. حالا الملف جاي يا فندم. ويلكم. مساء الخير. بس معلش، هو الجيم اللي هنا فين؟ عشان بس عايز اضبط الباي والتراي. اوف يا لهوي، انت بتعاكس هنا، انا عضو هنا، انت بتحرجني. معلش الجاكيت عامل شغل يا سيف، مش ممكن شغل. ايه جاكيت؟ انت جاي تخطف طفل؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ طب طالما مش عايز نعاكس بنات، عايز نعمل ايه؟ جاي النادي نعمل ايه يعني؟ انا عايز افهم. جينا عشان نلي ما بتردش عليا في التليفون من امبارح، وحاسس انها زعلانه. اكيد زعلانه عشان ما لقيناش اللابتوب بتاعها. طب ما احنا يا كيوت يا اموري يا عسوله، قعدنا قلبنا العربيه ما لقيناش حاجه. يا كيوت يا اماريه الاماريه، لو كنا دورنا تحت الاستبن كنا هنلاقيه. وازاي كنا هندور تحت الاستبن؟ مش عارفين نشيل الاستبن اساسا. اهو كنا اتصرفنا احسن ما تزعل. ومن انت بيفرق معاك زعل البنات اساسا؟ وانت مشوار البنات ده مالكش فيه اساسا. مين اللي قال لك؟ لا ليا فيه طبعا. ايه اللي ماليش فيه؟ لا فيه طبعا، انا كويس جدا. بس هي عشان زميلتنا في الجامعه. زميلتنا في الجامعه؟ لا ده انت رخم قوي، انت رخم يا شريف. في ايه؟ لو عايز تهزر قول لي عشان ما اجيش انا هنا يا شريف، ما تهزرش معايا. انت وقعت منين؟ انت حبيت هالة؟ انت قديم يا شريف. اوعى يا شريف، انا بعرف يا شريف، ما تلمسنيش يا اخي. قلت لك يا نهار اسود. ايه امن النادي؟ امن النادي؟ ياسمينة جاية. امن النادي ايه؟ واحنا نطيب من على السور. ياسمينة مين ياسمينة دي؟ واحدة كنت ماشي معاها زمان. دي جامدة قوي، جامدة قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى، لما تيجي تشوف بقى انا عامل ايه. هاي ياسمينة ازيك؟ هاي يا سي زفت. ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا؟
ده اللي انت عملته معايا امبارح ده. عملت ايه معاها امبارح؟ انت بتعمل معايا ايه دي؟ افهم شكلك فاهم غلط والله. انت عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت شير للصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز احط لك صور جديده اديها لنا وهنحط الصور الجديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خالص ان محدش كلمك اصلا. انت بتضحك عليه؟ بتهزقك انت؟ ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ صدق انك حيوان. اه يا حيوان. ايه حيوان؟ ايه اللي حصل؟ الشنطه بتوجع قوي. ايوه طبعا السوسته جت في ضرسي. معلش سلامتك حيوان. ما تلمسنيش يا شريف. ما تمسكنيش. قلت لك يا اخي وعبا يا اخي. الله بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور. فضيحه يا بنتي، دي اسمها فضيحه. انتي مش فاهمة كمية الكومنتس عاملة ازاي. كل الناس بجد، كل الناس I'm not exaggerating، كلهم عاملين شير للصورة. يا بنتي انتي مش فاهمة، دي جات النادي 10 دقايق بس امبارح، ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن تستاهل. قلتلك يا سوء انا مش سهلة، انا مش سهلة خالص. ادخل ادخل. أمرت الحلوة بقت تحمة، بقت تحمة وإنها سحري. هي بتقول تحمة كده. تحس إنها واكلة هو تحمة. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالباً في مصيبة. باي. حبيبي بابا نيلي، أمورة بابا نيلي، كتكوت بابا نيلي. خلصت فقرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه، بس انت لو عايزاني اخلصها اخلصها، كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة ما تنسيش، انما دلوقتي في البحر سمكة سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده. خش في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على احلى واجمل والطف واقدم بنت في الدنيا، اللي يا سبحان الله حتى لو قلت لك حاجه تضايقك او تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي ابدا. ولا انا غلطان في العنوان؟ انجز يا بابي وقول عملت ايه غلط. بالعكس ما عملتش حاجه غلط، ده اللي عملته ده عشان ما اعملش حاجه غلط. ممكن تبقى دايركت وتقول لي ايه الموضوع على طول؟ طيب اللي عملته ده عملته عشان خاطرك انتي، عشان اكون عيلة ونتلم كلنا، كلنا نتلم في حميمية ونبقى اسرة جميلة مترابطة. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انتي ما نفسكيش من زمان يكون لك اخت؟ عمري عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟ ابدا جاية في الموضوع يعني. أنا جوا صباح. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما علي صوتي على بنتي. أنا جوا صباح. علي صوتك بالغنى. أنا هتجوز صباح. صباح مين؟ خالد شريهان. أخت شادية؟ مرات عبد الحليم؟ No way الست دي تدخل